بنجيب القرنبيط بنقطعه زهرات متوسطة، بنحطه في مية بتغلي فيها كمون وفيها ملح وفيها لقمة عيش، عيش بلدي، عيش فينو، أي لقمة عيش، عيش توست. الكمون بيخلينا نتخلص من الغازات اللي موجودة في القرنبيط، ولقمة العيش بتخلينا نتخلص من الريحة بتاعة سلق القرنبيط اللي احنا كلنا مش بنحبها. بعد كده عندنا زبدة، بصل مفروم، دقيق، ملح وفلفل، مكعب مرقة، خضار أو لحمة أو فراخ، وممكن تستغنوا عنها، وممكن طبعا تستخدموا يعني مرقة تكونوا انتوا شايلينها في الفريزر مطرح ما سلقتوا أي حاجة. مستردة، جبنة تشادر برتقاني، جبنة مدخنة من عند بتاع الجبن مصري، ما فيش أي حاجة خالص، قولوا له بس عايزين جبنة مدخنة، بتودي الوصفة في ناحية تانية خالص، ريحة وطعم مختلفين تماما. كريمة وكمون وبابريكا. هعمل إيه؟ أنا سخنت الحلة، هحط الزبدة، بسم الله، هحط البصل وهديله التتبيله بتاعته، ملح، فلفل اسود، مكعب مرقه، بابريكا، كمون، مستردة، قرنبيط مسلوق، معلقة من الدقيق، اللي عنده حساسية جلوتين ممكن يحط معلقة نشا يدوبها في الكريمة، اللي عنده حساسية ألبان يستخدم كريمة جوز الهند، هتضطروا تستغنوا ساعتها طبعا عن الجبن أو تحطوا جبن نباتي. حطينا الدقيق، حطيناه وحطينا دول، خلاص خلينا نتخلص منهم علشان ايه، نبقى الحاجة اللي قدامنا هي الحاجة اللي هنستخدمها بس. هنزل بقى مية سخنة الأول وبعدين هنزل الكريمة. بسم الله، كده كويس قوي. هنديله الأول غلوتين بعدين نضرب الشوربة، سواء أنا هضربها بالهاند بلندر، أنتوا عندكوا كبة، عندكوا خلاط وترجعوها تاني في الحلة، وبعدين بقى أديها الجبن بتاعتها والكريمة. تمام؟ طبعا كل ما القرنبيط القطع أو الزهرات بتاعته تكون صغيرة كل ما طبعا الأمور بتبقى أسهل. ممكن نعمل قرنبيط مع بروكولي، وممكن نعمل بروكولي بس، وممكن نعمل قرنبيط بس، كل واحد حسب رغبته وحسب ذوقه. فهاخدها بعيد عن النار وعلى حرارتها هنزل جبنة تشيدر برتقاني، هنزل جبنة مدخنة، هنزل شوية كريمة. ناخدها بقى تقليبة، لو حسيت اني عايزة ارجع على النار تاني هرجع على النار، بس انا شايفة ان الحرارة كافية جدا جدا ان هي تدوب لي الجبن من غير ما الجبن كمان تتحرق ومن غير ما الشوربة نفسها تتلسوع او تفضل تبقلل جامد قوي. هغرف بقى دلوقتي الشوربة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.